بسم الله، اهلا بكم يا شباب في سلسلة الفيديوهات اللي جاية دي. هنبدأ نتكلم عن برنامج الهيليسكوب. البرنامج ده احد البرامج المهمة جدا المستخدمة في محاكاة الانظمة الشمسية. يبقى البرنامج ده مستخدم في المحاكاة، ده بيعمل سيميوليشن او بيعمل محاكاة للانظمة الخاصة بالطاقة الشمسية. البرنامج اسمه هيليسكوب. طبعا البرنامج بسيط جدا، هو عبارة عن موقع بيقدم لك خدمات التصميم في كل اللي انت ممكن يعني تحتاجه في أنظمة المحاكاة للطاقة الشمسية. طبعا عشان أبدأ أدخل على الموقع ده أو أحمل البرنامج ده أبدأ إزاي؟ زي بقول لك كده ببساطة، روح لجوجل، تمام، واكتب في جوجل هيليسكوب. أول ما انت هتكتب لجوجل هيليسكوب هيطلع لك، طبعا انت بعد ما كتبت هيليسكوب هيطلع لك هيليسكوب ادفانسد سولار ديزاين سوفت وير. زي ما احنا شايفين انا دخلت دلوقتي، هندخل نعمل الكلام ده بالتفصيل. دخلت على جوجل، كتبت بالاكونت بتاعي، تمام، اهو داخل اهو كاتب هيليسكوب، تمام. دخلت هنا، اول ما كتبت هيليسكوب جاب لي في البحث هيليسكوب ادفانسد سولار ديزاين سوفت وير. اروح داخل على الموقع ده. اول ما بدخل على الموقع طبعا بيجيب لي اهو هنا اسم الموقع، تمام، هيليسكوب ادفانسد سولار ديزاين. طبعا ده موقع الشركة، هيليسكوب دوت كوم، www.هيليسكوب.com، تمام. اول ما بدخل لو انا لسه مستخدم جديد انا بلاقي عندي اختيارين. الاختيار الاول بيقول لي ساين اب فور ا فري ترايل، يبقى انت هتعمل فري ترايل، تجربة، تمام، ببلاش عشان تشوف البرنامج وتبدأ تتعرف عليه وتشوف ايه محتوياته. لو انت مسجل قبل كده هتختار existing user، انا مستخدم موجود بالفعل مع هيليسكوب، وهعمل ايه؟ هعمل لوج اون. هتدخل على طول هتعمل لوج ان، تمام، على البرنامج وتدخل مباشرة. طبعا احنا هنا عشان بنشرح واحدة واحدة هنبني بناء على الكلام ده كل شرح البرنامج، فاحنا لازم نمشي خطوة خطوة، تمام، في البرنامج عشان على اخر سلسلة البرنامج تبقى حضرتك عارف كل تفاصيل البرنامج، يبقى تاني لو انا لسه مستخدم جديد، انا اعتبرني مستخدم جديد، يبقى انا عايز اعمل ساين اب فور فري ترايل، تمام. لو انا عندي خلاص حساب بدخل بعمل اكزيستنج يوزر، انا اكزيستنج يوزر وهعمل لوج ان. طبعا انا هنا لازم ابقى عارف البرنامج ده او الموقع ده فيه اوبشنز ومزايا كتير جدا. مشكلته الوحيده ان سعره غالي شويه. طبعا هيليسكوب لو انت عايز تعمل سبسكرايب في البرنامج طبعا لازم تشتري البرنامج، تمام. البرنامج تقريبا ب $95 في الشهر على الموقع، الاشتراك الشهري بتاعه $95 بير مانث. طبعا هو بيبقى عباره عن $950 برير. لو انت هتاخد اشتراك سنة كاملة هيبقى ب$950، يعني كأنه عمل لك ديسكاونت بمقدار 17% لو انت تشترك سنة كاملة، تمام. كل اللي بنعمله هنا بندخل فري 30 داي ترايل ساين اب، يعني انا هاي عايز اجرب البرنامج ببلاش، تمام، اعمل الفري ترايل بتاعتي اخدها. بعمل ايه؟ باجي هنا اختار البلد اللي انا موجود فيها، موجود في السعودية اختار السعودية، موجود في مصر اختار مصر، وبعدين بدخل رقم التليفون بتاعي، وبعد كده بدخل اسمي الاول first name وبعد كده last name. لو عايز ادخل اسم الشركة بتاعتي الكمباني، تمام، وبعد كده بعمل باسورد. طبعا هو بدخل باسورد وبعد كده بعمل confirm للباسورد، تأكيد للباسورد، وبعدين بعلم هنا يا شباب I have read and agree with the terms of use and data processing agreement، يعني انا بوافق على الاتفاقية بتاعة الهيليسكوب. يبقى انا هعلم هنا واضغط بعد كده على مين؟ على sign up. بمجرد ما انا عملت sign up كده هيدخلني على البرنامج. طبعا البرنامج ده هو لازم بيقول لك، عشان هو بيقول لك $95 ولا $950 في السنة، لازم يقول لك هو غالي ليه شوية. طبعا ده بيعمل لك 3D design، بيعمل لك تصميم ثلاثي الأبعاد، بيعمل لك rapid proposals، يعمل لك proposal في الآخر كده، عرض تقديمي للمشروع، تمام، تقدر تقدمه للعميل بتاعك.
بيعمل لك بانكابول سيميوليشن انليميتد ديزاين، تقدر تصمم عنده حتى مليار مليار تصميم. تمام، بيدي لك 45000 كومبوننت لايبرري، في عنده المكتبات بتاعته بتحتوي على 45000 كومبوننت، اللي هي الالواح بتاعت الطاقه الشمسيه والانفرتر والوايرز الكابلات والكلام ده. في طبعا البان فايل سبورت، هو بيدعم ان انت لو انت في لوح معين مثلا مش موجود داخل البرنامج تقدر ترفع البان فايل بتاعه، لو في انفرتر مش موجود تقدر ترفع الاو ان دي فايل بتاع الملف او الانفرتر ده داخل البرنامج. طبعا هو بيجيب الميتيو انتجريتورز او الداتا بتاعته بتاعت الجرافيكال او الجيوغرافيكال عفوا، الموقع الجغرافي، بيجيبها من الان ريل والان اس ار دي بي. هو بيقول لي انا والله بجمع البيانات بتاعتي من الان ريل ناشونال رينيوبل انرجي لابوراتوري. تمام، فهو بيقول لي ايه مزايا وايه يعني الامكانيات اللي بيعملها لك الهيليو سكوب. طبعا لو انا عندي بالفعل اكاونت، اي هاف اوريدي اي هاف ان اكاونت، خلاص انا كده اكزيستنج، انا موجود، انا يوزر موجود بالفعل ومسجل معاكم، فهروح اعمل ايه زي ما قلنا لوج ان. طبعا في حته مهمه جدا، موضوع الامتدادات يا شباب، نفس الامتدادات اللي كنا بناخدها في البي في سيستم تقريبا، هي انا جايب الصفحه دي من برنامج البي في سيستم من الهيلب، لازم حضرتك تبقى مركز معايا. ايه هي الاكستنشنز اللي احنا بنتعامل معاها؟ يعني ايه اكستنشن الامتدادات؟ يعني انا افرض عايز ادور على كل الملفات الخاصه بالبي بي في موديولز اللي موجوده عندي على جهاز الكمبيوتر، ونسيت اسم الملف انا مسيفه ايه، فانا عارف بس ان هو انا بدور على ملف خاص بلوح شمسي، يبقى اي موديول الامتداد بتاعها بي اي ان، بان فايل بيسموها، بان فايل. يعني انت لو عايز تدور على اي ملف امتداده خاص بالالواح يبقى تكتب كده استريك دوت دوت بان، يطلع لك كل الملفات اللي خاصه بالالواح. يبقى ده ميزه ان انا ابقى عارف الامتدادات. يبقى الالواح نراجع مع بعض، الالواح بان فايل. طيب الانفرتر يا شباب، الانفرتر الامتداد بتاع الاكستنشن بتاعه او ان دي، فانا لو عايز اي انفرتر، اي انفرتر هكتب استريك دوت او ان دي. طيب لو انا عندي بطاريات وعايز حملت نوع معين من البطاريات عايز اضيفه لبرنامج البي في سيست او الهيلسكوب، امتداد البطاريات يا شباب بي تي ار، البطاريات باتري. تمام، بي تي ار، بي تي ار، لازم تبقى عارف الامتداد دي كويس جدا وحافظها. تمام، بعد كده لو عندي ريجوليتورز اللي هي المنظمات بتبقى ار ال تي، الريجوليتورز ار ال تي. لو انا عندي في المشروع بامب يبقى الامتداد بتاعي بي ام بي، بي ام بي. طيب لو ريجولار بامب، الامتداد بتاع الريجولار بامب او البامب ريجوليتور، تمام، اللي هو الار ال بي. تاني الاكستنشنز اللي احنا بنستخدمها في انظمه الطاقه الشمسيه بصفه عامه، في عندك احفظ معايا البان فايل خاصه بالالواح الموديولز، رقم 2 الاو ان دي خاصه بالانفرتر، الاو ان دي باي انفرتر، او ان دي اي لوح بان فايل. تمام، البطاريات بي تي ار، يبقى انا عايز ادور على اي بطاريه انا كنت مسيفها عندي على الجهاز اكتب استريك دوت بي تي ار، عايز ادور على ريجوليتور ار ال تي، عايز ادور على بامب بي ام بي، عايز ادور على بامب ريجوليتور ار ال بي، ار ال بي. خلي بالك هنا الريجوليتورز بس ار ال تي، اما الريجوليتور بامب او البامب ريجوليتور ار ال بي، عشان دول قريبين من بعض. كل الناس طبعا بتستخدم الثلاثه الاولانيين دول كتير جدا في كل الانظمه، طبعا ده في حاله الاوف جريد بستخدم الباتري بي تي ار اللي مكرر معانا في كل الانظمه، اللي هي الالواح بان فايل والاو ان دي. كل الناس يقعد يقول لك انا بجيب البان فايل عشان ادخله داخل برنامج، او بجيب ملفات الاو ان دي عشان ادخلها داخل برنامج. يبقى كل الناس بدات تفهم يعني ايه اكستنشنز بالتفصيل. طبعا انا دايما يا شباب لما باجي اشرح اي برنامج هشرحه باستخدام الهيلب، ودي ميزه الناس اللي هي بتشتغل، يعني الراجل الريسيرشر اللي فاهم بحث علمي يقدر من غير ما يقعد يسمع فيديوز، ويقدر من غير ما يقعد يشوف الناس يشوف البرنامج، اكتر ناس فاهمه البرنامج الناس اللي عملت البرنامج، اكتر ناس فاهمه الموقع الناس اللي عملت الموقع. فاحنا دايما بننصح الناس ان هي بتروح للهيلب. انا دايما شغلي كله جيت برنامج مش فاهم فيه اي حاجه لسه ببدا فيه، بروح رايح للهيلب وابدا اشوف الهيلب شارح ايه. يعني انا مثلا السلايد اللي كنا بنشرح فيها من شويه دي جايبها من الهيلب بتاعه البي بي سيست اهي،
انا كل اللي كتبته كتبت كلمه اكستنشن، راح مدخلني على البي في 7 هيلب، تمام، واداني البروجكتس اند البي في كومبوننت. في الكومبوننت تحت هنا هتلاقي فيه الكومبوننت اكستنشن اللي هي ايه، اهي الموديولز عباره عن البان فايل، الانفرتر عباره عن الاو ان دي، الباتريز عباره عن البي تي ار. يبقى انا بدل ما اقعد اسال وندخل في نقاش بيني وبين اي حد تاني ويقول لك ده انا فاهم ولا مش، ادخل على الهيلب واشوف البرنامج نفسه قايل ايه، ويبقى هو ده الكلام الصح، لان الناس اللي عامله البرنامج هي اللي حاطه الهيلب ده بالتفصيل عشان ابدا اوصل للمعلومه باسهل طريقه عندي. فانا اللي بمشي بيه ان انا بدخل على الهيلب بتاع البرنامج، ومن داخل الهيلب بتاع البرنامج ببدا اشوف البرنامج ماشي ازاي. طبعا بعد ما بدخل، لو انا خلاص سجلت في البرنامج، بروح هنا كاتب الايميل بتاعي، تمام، وادخل الباسورد واروح دايس على ساين ان. يبقى انا كده عملت ساين ان، سجلت اهو ساين ان، دخلت، رحت مدخل ادم، دخل هنا انا الايميل بتاعي وادي الباسورد بتاعتي، تمام، وعامل ساين ان. بعد ما عملت ساين ان، لو انت مسجل فعلا معاهم ومظبوط، هيجيب لك دي logged in successfully. يبقى انت عملت logged in، تمام، successfully، يعني انت تمام كده، انت نجحت في عملية الدخول للبرنامج. طبعا ممكن هنا اتعلم على دي، يوري لك الباسورد لو انت نسيت الباسورد، هنا بيبقى كاتب لك الايميل شو باسورد، هيعلم لك على الباسورد ويشوفها، تمام. وبعد كده يروح مدخلك على مين؟ مدخلك على البرنامج بتاعنا. الف مبروك، انت سجلت ودخلت على البرنامج، هنا هيجيب لك الايميل بتاعك، تمام، اشرف رمضان رجب مثلا هنا، تمام. وبعد كده روح مدخلك، هتلاقي هنا كلمه ماي اكاونت، وبعد كده هتلاقي لوج اوت. يبقى انت دخلت باسمك اهو، لو عايز تطلع، تمام، اطلع بلوج اوت. هتقول لي ما الكلام ده سهل وبسيط، هقول لك لا، خلي بالك معايا، انا هيهمني كده، هشرح في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هشرح الجزئيه دي، لان انا هركز على الحته دي اهي. انا سجلت باسمي، لو عايز اطلع هعمل لوج اوت. الماي اكاونت ده اول حاجه تعملها في اي برنامج يا شباب، اعمل محاكاه وتظبيط للبرنامج على ظروفك انت. يعني ايه ظروفك انت؟ يعني انا بقيس الاطوال بالمتر، يبقى انا عايز اظبط في البرنامج، تمام، الاطوال تبقى بالمتر مش بالانش، مش بالفيت، بالقدم مش بالبوصه، عايز اقيس مش عارف البريشر بكذا، عايز اقيس مش عارف مين بمين. يبقى وحدات القياس، ولذلك الحته اللي جايه في الفيديو اللي جاي مهمه جدا، ندخل فيها مباشره، اللي هي بيسموها البريفرنس، الاعدادات اللي بتظبط انت عليها حسب الشغل اللي انت محتاجه. واشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.